حاجة واحدة بس عايز أغيرها، في الديستورشن، في الجلو ديستورشن، هو هنا عاملها فلويد، أنا بحبها سموك. تمام، يمكن لو احنا كبرنا الديستورشن أمام تحبين، بحب أنا اللوك بتاع السموك ده أحسن من اللوك بتاع الفلويد. أنت حر. تمام، المهم هو ده اللي أنا كنت عايز أغيره، مش عايز أغير أكتر. النقطة كمان الجميلة ان تراب كود مير بيقبل الكاميرا عادي جدا، تكتب الكاميرا وتشتغل برضو الدنيا تمام. بس تعالوا الاول نتكلم بسرعة على الباك جراوند، وانا عايز احمل الباك جراوند دي كده المين. والميزة ان كل ده احنا لسه على الفا، هي دي الميزة بصراحة، يعني رغم احنا كده كل ده احنا لسه على الفا. فانا عايز اعمل دي كده المين بتاعتي، فانا هعمل كومب تانية. الكومب التانية دي هي نفس الابعاد، ودي هسميها جي او الباك جراوند. في الكومب دي يمكن هبداها بحاجه غريبه شويه، هروح للاير نيو كاميرا، ما تستغربوش، هنحط كاميرا. طبعا طبيعي بيقول لي انت اصلا ما عندكش تودي، انت كل اللي عندك تودي ليرز او ما عندكش ليرز، فبالتالي انت بتحط كاميرا. فخلي بالك ان انت ما عندكش الكلام، ان انت ما عندكش تودي ليرز. هقول له ماشي اوكي، انا مش عارف. هروح للاير واخد لايت مره تانية. اللايت غير الكالر بتاعه واتفر للكالر اللي انت عايزه، عشان ده هيأفكت الدنيا بعدين. فانا عايز اشتغل على البلو لايت، وعايز ممكن كمان لايتين، حط لايت يعني اللايتس اللي انت حاببها او عايزها كلها زي ما تحب. حط لايت تالت، عارف الناس مستغربة بس يعني خليكم معايا بس للاخر. وهنحط كمان لايت رابع. والله انا عندي حل للحكاية دي بدل الفيلم اللي انا عمال اعمله ده، بس مش عايز اخش السينما بصراحة. تمام، وادي اخر لايت خمسة بس، عشان الحسد. تمام، نخليها خمسة وخرطات طبعا. بعد كده كل لايت من دول وديه في حتة شكل، يعني مثلا خد ده مثلا هنا، هاد ده مثلا ودي هنا، هاد ده مثلا حط كده، هاد ده مثلا خليه في النص شوية كده، وارمي ده هنا كده. برضو نفس القصة، ودي ده في زد، احذفه لورا مثلا، هاد ده لقدام حتى لو هيطلع بره مش مشكلة. ده مثلا برضو هاته او وديه ورا سنة وينزل تحت شوية، ده سيبه مكانه، يعني توزيع عشوائي لللايت. مش شرط طبعا، بس انا بحب ارتب. كنترول واي، ودي هنسميها بلكسس. بلكسس مش عايزكم تخضوا منه. تمام، هو ظريف ولطيف وابن حلال، بس نفهمه. بلكسس بيشتغل مع 3D جيومتريز كمان، ممكن تجيب له حاجة من سينما تحطها له. يعني النهاردة بنتكلم على اثنين بلاجين بصراحة جامدين قوي. بلكسس كنترول مسافة، وهكتب بلكسس رو بايت بلكسس. اللي طلعت قدامي دي هو له مساحة نشتغل فيها لوحده، نشتغل مع نفسها. فانا هاخد الويندو دي وهكونسترينها هنا كده، هحطها هنا كده، بحيث بس ابقى يعني الدنيا تبقى ظاهره قدامي. بلكسس اول حاجه عشان تشتغل معاه بيقول لك انت هتشتغل على ايه. هل انت هتشتغل على جيومتري، ولا انت هتحط جيومتري من عندي وانا هشتغل عليه، ولا انت نيتك ايه هتشتغل عليه. فانا هقول له اد جيومتري. تمام، لكن هنا بيقول لك لايرز باثس اوبجكتس بريمتيفز ديستنس سلايسر. انا كل من ده كله انا عايز اشتغل دلوقتي حاليا على اللايرز. لايرز هي اللي بتسمح ان انا اشتغل على اللايتس، فهقول له لايرز. طبعا هو حط لي هنا بلكسس لايرز اوبجكت، نصيحه كليك انتر، ودي هنسميها لايتس، لان مع كتر الليارات صدقني انت مش هتعرف اي حاجه، تلاقي الدنيا دخلت منك في بعضها. فانا هقول له لايتس. هنا بيقول لي الاوبجكت تايب لايتس، عندك لايتس او 3 دي لايرز، يعني انت ممكن تحط له شيب لايرز على فكره، ممكن تحط له بري كومبوزيشنز، ممكن تحط له يعني جرب دي
ماشي بنفس الكونسبت بتاع اللايتس. هحط لايتس هنا، بيقول لي اللايت تايب هنا بوينت تايب. طب انا مش شايف، مش شايف. طيب كنترول شيفت اتش عشان نضيع الرموز بتاع اللايت. ادي هو بيحط بوينت مكان كل لايت. عايز تكبر حجم البوينت شويه عشان تبقى شايف، في عندك هنا حاجه اسمها بليكسس بوينتس ريندرر. لو ضغطت على بليكسس بوينت ريندرر انت عندك هنا البوينت سايز، كبر صغر تمام ماشي. بس طبعا مش هشتغل على ده بالنسبه لك شكل بس، ايه يعني كده مش، فانا عايز اخليها تبقى واحد تمام. البوينت دي هيبقى لينا معاها قصه حلوه قوي. في هنا بليكسس ده مفيش فيه كلام الا في الشيدنج، ومش هتكلم عليها حالا تمام. يبقى كده فهمنا اللايت، هو بياخد اللايت تمام. طب هو عمل ايه؟ هو يعني خد اللايت حط بوينت؟ لا، عشان نشوف احنا هنعمل ايه اصلا. هعمل كنترول شيفت اتش تاني عشان ارجع على فكره لو راحت منك الهاندلز اللي انت شايفها في الجناب دي، او اللايتس او شكل الماسكس او حدود الليارات او الكلام ده كله، كنترول شيفت اتش هي اللي بتخفي او تظهر الجايدز تمام. فهكليك فليكسس تاني. انا مش عايز بوينت، انا عايز اكونكت كل واحد من دول مع التاني، يعني عارفين الشبكه خيوط كده، عايز اكونكتهم كده. فانا هروح لاد ريندرر وهقول له حط لي لاينز ريندرر. يبقى انا كده عندي يا اما بوينت ريندر او لاين ريندر. انا عايز اشتغل على اللاين ريندر. طب انا ما ظهرليش حاجه، فعلا ما ظهرش ليه؟ لان انت هنا واقف عندك حاجتين. اول حاجه ماكسيمم نمبر اوف فيرتكس اوف تو سيرش، يعني كل لاين بيكونكت كام نقطه ببعض. طبعا هنا 10، احنا عندنا هنا مش هنعترف بدي، هنعترف بدي بالماكسيمم ديستانس. انا بشوف يعني كل 10 نقط ببعاد عن بعض بمقدار 100 انا هكونكتهم فيما اقل. طبعا دول اكيد مش 100، فانا هرفع الرقم ده لغايه ما ابدا الاقي اهو بدا يكونكت. بس بدا يعمل خطوط بينهم. طبعا الخط عريض قوي، ثيكنس في كذا حاجه. اولا بقى تعالى بص هنا، جيت كلرز فروم فيرتكس، لو عملت دي كده شال. طب هو دي كده جابها منين؟ لو تفتكروا لما قلت لكم قبل واحنا بننزل اللايت ان الوان اللايت عليها عامل، هو ده اللي عمله. شايفين دخل ده مع الاخضر مع الازرق، عملها اوتوماتيك. لو انت حابب اللاينز ليها خطوط ليها لون لوحدها، وده اللي انا هعمله فعلا تمام، فشيل جيت كلرز فروم فيرتكس. في عندي جيت اوباسيتي فروم فيرتكس، لو انت عايز اللاينز تبقى الاوباسيتي بتاعها مربوطه بالفيرتكس، ودي كويسه لان كل ما الفيرتكس بتبعد بليكسس اوتوماتيك بيقفل الاوباسيتي بتاعتها. فدي انا هسيبها كده عشان يديني احساس بالعمق او البعد، مش عايزها شيلها تمام. فانا هخليها في هنا. طبعا ده الكيرف ده زي البارتيكولر، انا ممكن احط كيرف زي ده، ممكن احط كيرف زي ده، ممكن احط كيرف زي ده، حسب الانسب او حسب الحاجه اللي انا شايفها. انا شايف ده مناسب جدا. هنا اللاين ثيكنس، انا شايف اللاين ثيكنس عالي، فانا هخليها 0.3 ظريفه تمام. هنا ثيكنس اوفر ديستانس، افتكر ثيكنس اوفر ديستانس حاجه زي كيرف زي ده، افتكر هيبقى كويس. كيرف زي ده افتكر هيبقى اقوى، قصدي كويس احسن يعني. جيت سكيل فروم بوينت، عادي هسيب السكيل، هسيب السكيل هنا. هو ادي البوينت ريندر تمام. بلكسس من السهوله اللي انا بشرحها دي، انا بحاول ان انا اوصله على قد ما اقدر باختصار، بس احنا هنشتغل عليه كتير تمام. يبقى هنا دي كانت بدايتنا ان احنا نشتغل على البلكسس، ازاي نحط اللايتس، ازاي نحط البلجن نفسه، ازاي نحط الجيومتري اللي بيتعامل مع اللايت، ازاي نشتغل على البوينت ريندر، ونشتغل على البلكسس لاينز ريندر. هنشوف بقى اللي هيحصل في المحاضره الجايه، ازاي ان احنا هنبدل اللايتس دي بكاستم كاستم كاستم لايرز من عندنا احنا. ممكن لو انت بتشتغل الستريتور ممكن تعمل اللوجوهات بتاعتك على الستريتور وتحطها هنا مكان اللايتس تمام. الجزء الاولاني ده اللي يسري على التكست ممكن يسري على لوجو انت عامله بالستريتور او فوتوشوب او على صوره، فهو كده كده بياخد تكست، التكست تطلع تكست تطلع صوره مش فارقه معاك. في المحاضره الجايه هنبدا نتكلم على ازاي ان احنا نكستمايز بقى الليله اللي قدامنا دي بالبلكسس، ونتكلم على السبرايت ازاي بنبدل البوينت، وازاي نحط اللاينز كباك جراوند ونتعامل مع البريمتكس.